أنا بس اشتقت لك. بعطيها لآدم أو لأحمد سعد. مرسي للوان ومرسي للأم تي في، وبشكر دايما دعمكم وتغطيتكم لكل أعمالكم، يعطيكم ألف عافية. بالأماني معنا تاني. عندك كتير أعمال فنية حضرتها وعم بتحضرها، ومنهم أبصر النور، كيف عم بتلاقي أصدقهم بين الناس؟ صراحة بالآخر فترة نزلت غنية لوائل كفوري تتر المسلسل، لأصالة طبعا نزلوا تدريجيا، والحمد لله الأصداء كتير جيدة. بعد الفترة اللي الكل وقف فيها الحمد لله صار في حركة وفي زخ إعلامي وانتاجات، هذا الشيء بيدل على صحة بالوسط الفني يعني. تعين خون فراقنا ونلتقي ونغمر بعضنا. تعين خون من كلمات وألحاني، توزيع تيم. هي ستايل جديد أول مرة بغني، وإن شاء الله الجمهور يحبها مثل ما أنا بحبها، وبترك للجمهور هو يقرر ويحكي شو رأيه بالغنية. مش رح أكذب وقل لك إني عايش حياتي عادي، واصل لمرحلة آخر همي من فينا اللي بادي، أنا بس اشتقت لك. مش رح أكذب وقل لك من بعدك عايش حياتي عادي، واصل لمرحلة آخر همي من فينا اللي بادي، أنا بس اشتقت لك. اليوم إذا بدك تعطيها لفنان معين تقول له بدك تغنيها، لأي فنان تعطيها؟ بعطيها لآدم أو لأحمد سعد. عندك أعمال ممكن تبصر النور عم تعمل فيها مع فنانين جداد؟ في غنية لسلطان طرب جورج وسوف من كلمات علي المولى وألحاني، وفي شو اسمها؟ وفي كمان أفيني ولا اسمها هلا، وفي أغنية للفنان الكبير نوال كويتية، في أغنية للفنان الكبير أصالة، محافظة ألقاب للفنان آدم. بتمنى لك كل التوفيق الفنان صلاح كردي. كلمة أخيرة لكل متابعينك على وان تي في. مرسي للوان ومرسي للأم تي في، وبشكر دايما دعمكم وتغطيتكم لكل أعمالكم، يعطيكم ألف عافية. وان بالأماني وان معنا